يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أيها مثلا ابن تيمية رحمه الله إناد وين الشمال الجنة الدولي والشمال الجنة الأخر أهل ترى ثلان الجنة الدولي؟ نعم ثلان الجنة الدولي ثيث مثلا إذا استقسان دشو إذا الجنة الدولي إذا جنة الإيمان جنة الجنة للإيمان الإنسان المؤمن أذي عيش الجنة الدنيا وقبل أذي عيش الجنة الأخرى. على خطر الهمين سمرا مكوى السيد ربي الهمين سمرا مكوى أذي أخرى كربوين يسعب الهمين السيد ربي السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الذي بعث فلس الهموم من الدنيا مرة أكد يقرر وشبه النبي صلى الله عليه وسلم تغيث مثلا الجنة من الإيمان مريل قوي من الإنسان المؤمن حشس ربنا في الزغن إزرانا فشو غفيدي دفكار عبدوني إفكاثي دين العبادة بشد يعبدوا من تدي خيقني قرد سيد ربي قويس وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. إذا إزران المهمين سيد دوني ذي العبادة ما دي عبد سيد ربي معنى إزران ما نسبلين ويقرر ذي تفضل إذي سادروا عندنا نجدو ذيك ابن أدم ترى نعم إذن إما روح الاثنين من كل مزالة لا ذا ذلك إذا إنسان لا نوية إذا كل إنسان مؤمن دي قال نشتاقين نصدقي الخطر نس وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى دي قال غروة أذا كل فذي حي الهيث ذو عوين والمدى ومدى ثلاب لدوني وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وما ديني أوين غرك أعويني كاتسون المعلين سيئي قوليك صفر حشر وحالة روحه كان مثلا إيه مثلا الإنسان المؤمن يسعى يوم وي ماشي سين ولو نكسان يقال سيد ربي بويس ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يوم ول كان نكسان ماشي سين ويول ويوم ول وتزميرات تزدغ الدنيا دي أخرى في بريد إما تزدغ الدنيا وإما تزدغ أخرى. إيه مثلا الإنسان المؤمن سيد ربي الدين المهمينس ذي خافيس إكزدغن ويس وما يزدغ ونشتاقين وين الإنسان المؤمن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى هذه بعد في الناس إلى ليسلغن أي ليسلغن ويس هذه بعد الهموم من دوني هذه بعد الغموم من دوني الأمور من دوني المرء الثاني كرب وين أكو أي تسمى أثي شغلنا في الدين اسمه مرة كذا استي أخر خطر أشين خطرت لعب ذاك الإنسان المؤمن رجع يا ربي مؤمن إليه مثلا ما معناه إذا هذا وأنت دخيقن اللي هدرت سيد ربي حاش نسانك ساعات شوي حاش الديني سيك ساعات شوي حاش يا خالتي سيك ساعات شوي إذا سيد ربي سبحانه وتعالى يتسجل ويناتي شوي ماذا يعرف هذا استي أخر ما الدنيا هذا استي أخر ما الهم ذي الغم هذا استي أخر كل شيء هذا قوين مرة أثي شوي كامل هذا استي أخر سيد ربي بويس عزيز سبحانه وتعالى قرب فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى زر كان مثلا وين غادي يخلق الدين انا كان ان دوين يغدي تبعن وين يكتبان يكتبان اويو يكتبان ابريو ان دوري تشفر اوغري ان دوري تعيش الشقي الله اكبر وين فغوري ان دوري تعيش الشقي معناه مش عايش هذا الشقي يكسى الشقاء يفكس أدي عيشة الساعة يبديتو ذاتينس لا إله إلا محمد رسول الله وما يعيش الإنسان الساعة يبديتو ذاتينس أولي سعي الهم أولي سعي الغم أولي تخميم أولي تقلق أولي سعي كرم أولي شغوينة قرويس إيجان إرسي ساكن يتيقى يحاي حاجة أخسي لربك ساعة الشغوي الدين سيخدي مثلك اللي يتيقى يحاي أرجع يا ربي دي مؤمنين دي ذاتين وكذين دي الناس يا ربي وكين ذوين يغضي خلق سبحانه وتعالى نسي في ديننا دخلنا القرآن الكريم قوة إيسى عزيزين في ديننا قوة إيسى عزيزين في ديننا كما يقول مثلا تكلم 14 القرن يجب أن تكون جديا
ويزاد لي حرف وري نقيس الحرف في 14 القرونيه هاي خطر سيدي لا نتحفظه ولا جواتي لنا ينغى داخل. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ينادى كي غيتي ديفكا ينادى ديرك كي ديفكا ينادى الكافي حافظا. اذا ثقويا هذا نزار هذا انا من شويه ديما مثلا انت ما قايل كتاب النظام يدي مزيان في الانبياء والرسل وشوف 30 كتابين و40 كتابين وين ديك الهضره ديالو زياده هذه الشنقص هذه زقل على حسب وين درنا في النفسيه العباد. ولكن تكثفنا القران الكريم ذين دي الناس يا ربي ذين قلان يهدي الجنه في صلاه 17 الاخرين اللي هو قال لنا لسه قولي زاد الحرف قولي نقص الحرف هذه قر وين كتب عنا فريديو الى تقولي تشفروا فري وليس عيشة الشقيق معناه هو عيشة الشقيق يعني مثلا يكسس الشقاء إن معناه هذه عيشة السعيد هذه عيشة السعادة الدنيا في السعادة الدنيا سجد يجلد الدنيا وليس عيد خلق وليس عيد قلق وليس عيد كر الهم وليس عيد غم وسيدي ربي سبحانه وتعالى هذا الشيء أشي كش مرة ما كنا في شغلين غف الدينيس أو كل شغل الدنيا تستني هذا الطرف كامل لا إله إلا الله محمد رسول الله رجع يا ربي دي مؤمنين أيضا مثلا أيضا مثلا لأن عباد السامة السجد هنا عصر الإيه ينسى عيش الدنيا هي المادة الطعام المادة تسجد جزغن ويون الشين دوني جزغن ويون بالك هذا ماشي الشين يقنقسن إلا ماشي بالخير دوني في كل شيء لا ولكن يهنب ويون وياش المخ العبادي ينشغيش دوني وينشغي إذا القليل أشتسي غسان أستنب أم كيف نظر كي نقي بخير الحمد لله أكين وين تصدق كي نظر أن دور تسيير أم كيف تسيير أكين أن دور تسيير سقسان يا عم وسادة جيدة خاصة دي شوك دي الشين دوني ماشي شوية فكسعادة فيش ولكن صاف الناس الزرع الحالي نسل كي قلنا شحال يقول والزرع غرس صاف الناس أكيد أننا يدرني ما وينيش نند شادي لا أولي قانو لي سيال الناس هو يهي كذا نند خاطر مش يهي كذا إن تسيلوا فان دوني كان ناس لا إله إلا الله محمد رسول الله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى سبحان الخالق كان مثلا لنا فذو قانانا والقانان ثم شوية نسلت شوية نارا هذه شمال واحدة نسلت هذه في ساعتين هذه جد أني جرب استصل ما ديكش ما ديكش ما زكمني بيتصل سبحان الخالق وشوية ركض وشوية تنس أنا ديت شدوه بيس أنا طلعت شو ذا التقيم يقوس الاتفاق اللي ذا يروح لا إله إلا الله محمد رسول الله ينادي وين يخدم كجيم الجوز نوتر بريز ينادي اليوم أنا علم أكون برا ويش ينادي ما تروح نصبح ينادي شوف الهيئة ما شاء الله ينادي أديك شو منك اليوم ينادي كل يوم الشويس أخذ مني شغل سنة كان يتيغي حي ينادي يقواس كان أنا ميكش من السرح لكو يمان سن ينادي إنت خدك يونا غريون ذو قيدة كنيا ينادي نيسا أشك أكون يوان ينيس باباثنا باباثنا باب اللوزي ناقيم وينك نت شوية بكنا كل الصبح أدي تسيما سلم غاولا ينيس يروح يجا كل شي يروح يموت يجا كل شي يروح ذا شو هي الفائدة ما يسأل العارف ذيتو ذا ثينس ذين يبوين ذخي الخذمانينس يقول ذي يخاف ثينس من الباقين إلا ندونيث الجاثي دونيث شن دونيث ذي قمي دونيث وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون كيا لا تبحوين جسكة تدندما كيا تدندم ذي الجزود غير تدي جل مزاليت ثلاثة لي صوب جي يعني جا الحوايج جنس ما زالت زالت الخطر ندوني ذا وقيمة ندوني ولكن الاثنين روحين غير ناخذ حاجه وين يقول الايمان بالعمل الصالح كيف مثل الرسول صلى الله عليه وسلم مشي دينا من حديث الهيثم ابن مالك الطائي رضي الله عنه الذي يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي ان غسيل ربي اجعل حبك إذن سكت يوفرن ذخيبو يو لحبي أدي يشارو يو لحبي أدي يشضغو يو حشك شنين أرحب يو أولا شدي كنقك لا إله إلا الله محمد رسول الله خطر نعم كيك دعوه شريحنا نفين صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليه نعم خطر الإنسان أريد أسقني عبد السيم ومن يجنث
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا تسمى أريه النيني عبد الدنيا سيفك السعادة الذي عاش جنت الدنيا وإذا سيفك جنت الأخر الواد حميد أخطر بقيهم أكا. إذا ذن سكن إثقيان إلى أنظر يسيد ربدي جعل الحب نس ذن سكن يفرن دقيا ونو أذن حمي أخطر من كل شيء. اللهم جعل حبك أحب الأشياء إلي وجعل خشيتك أخوف الأشياء عيني. ناصي ربي جعل الخوف إليك أذي يغيفك الخوف بوين النظر خطر لحق ربي وعام أغدي خي قرب شد أثنى عصر إخلقوك بشدة النضوع ومن ضعيف الفايدة البافيس العذ ماشي الفايدة غرسي صغيرة الفايدة سيدة ربيع هي عذيس بشدة أذي تنعم دي عشي جنت الدنيا. إذن اجعل وجعل خشيتك أخوف الأشياء إليه الخوف أكد الحب أكني الدكوين الله 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 وجيني ما كان يقارب ابن القيم رحمه الله إن دم كان يسعن سين وفرون أقارو يسد الحب أسحم يتسد رب الخالق سبحانه وتعالى ويون يفرن يسد الخوف لا تسوى ويون يفرن النظم ذا الرجاء أترجو أترجو الرحمة يس أترجو أذي أذك يعفو أترجو أذي السفس أغف ذبي سمد الدنيا ذي يخاف لا إله إلا محمد رسول الله وذي يعفو الدلوينس كجامع مثلا. إذا الحب ذا الخوف ذا الرجاء أكنان الدكوين ماذا قلت لي ما يشوك سيون دي الجهة تعلوز غير الذي يفين ما تكسد سقر ويتفقر ما تكسد سيون يفر ويتفقر أما ذا من الجهة ماذا من الجهة أيضا. إذا الخوف الحب ذا الخوف ذا الرجاء أكن الدكوين أي مثلا يوم يسو خير ولا الطيب كايد مثلا. إذا أي دعو الرسول صلى الله عليه وسلم أي تكمل أي قال واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك نغسل ربي شوية الدنيا ركشيت لك وخريت لك مرة أكثر يفن الدنيا مرة وخريت لا إله إلا محمد رسول الإنسان المؤمن الإنسان المؤمن أي مثلا يتعيش السعادة الدنيا يتعيش الجنة الدنيا وتخمي مالك يفن الدنيا وني يبغى غادي يكسب يكسب وني يبغى غادي يسعو يسعو وني يبغى غادي يسرح يسرح وني يبغى ما يعجبش السيغرير بيني الدنيا غير بيني الدنيا ما يعجبك تصوير هذا خويا سكينه روح بدل ما تصوير هذا خويا سكينه لو كان تصوير شاد دافوت تي مثل وين تجي مجوره خلاص اذا قلت وين مجوره قلت تساوي قلت تساوي وين دير الدور وين دير الدور هكا. اذا اشي خزر كان شي خال اكويناي شغل نديرو مور الدنيا مره كوخر لكن اين يوخر الفلاح بعد ذاك لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أي كان دعاء سيدي ربي اللهم أبعد عنا كل ما يبعدنا عنك عنك يا رب خرب وإلى غشر الفلك مربع لي ثكين سيدي ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما إذ مثلا وقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا قررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فقرر عيني من عبادتك ماذا قلنا تصفرح أهل الدنيا أهل الدنيا إذا فرحنش الدنيا السعاية سلكسب سوين سوين نجدو مالا صفرح تنسيدي ربي ممكن صفرحي سالعبادة صفرحي سالحب لي صفرحي سالدين صفرحي سيخف صفرحي سيجنث صفرحي سوين لكن غروك العبادة اللي كان العبادة كان سيدي ربي العبادة اللي كان سيدي ربي خسر كان وش يحلى نفيهم خير مخلوقين عند الله الخيار ويندي دي خلق سيدي ربي غير القاع زوكم كان اللي يدعو مثلا لو كان ثبيدي لعبد وتمتثلا اذا في محمد صلى الله عليه وسلم وتمتثلا اذا تسوك قلبين اذا تسوك شوان اذا تسوك تفاف اذا تسوك اذا طيج الدنيا ولكن يموت يروح في هذا 60 سنه وسعد يا عمريش كان والصفار في تسيد ربي ليش ما جبك تصرف هذا نو إن إيش ملك الموت يموت الدعاء في بورثيس ملك الموت إن إيش العمر شوي تغيون بجسمي تبدأ الدنيا العمر شوي تغيون في بورثيس إن إيش حشر شيني لا مقبل لا بعد حشر شيني إن إيش ملك قرية جبك تصرف تعيش عايش إن إيش لا يا ربي الرفيق الأعلى بلا الرفيق الأعلى كشيني كان سيد ربي أغرك كان سيد ربي كشيني غريب بقويه كشيني كان سيد ربي ويروح أي مثل سبحان الله عيش ما شئت فإنك ميت واحمل من شئت فإنك مفارقة واعمل ما شئت فإنك مجزي به عيش إنك يا عجفل ولا قرارة سلطان ما عليش ذاوين أتحيو ضب بعد أتحيو ضب بعد أتحيو ضب سلطان عيش إنك يا عجفل روح عندك يا عجفل ثمرتك يا عجفل وروح الروس سنة 1950 سنة يموت
ذا شو ما يشعر الإنسان الأمل بدوني عايش ما شئت فإنك ميت. كذلك قال جبريل عليه السلام رسول صلى الله عليه وسلم يسأل في قصد ربي سيد ربي مشفيح عزيزا سبحانه وتعالى عايش ما شئت فإنك ميت حمل ولك يا جبريل قرار تفارق حاشا سيد ربي تفارق ضارة وانت حميل رجع يا ربي ويثك تحميل حاشا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كل شيء في ضربي كل شيء في ضربي كل شيء في ضربي وحبب من شئت فإنك مفارقه حملوينك يا جنر قرار تفاطل خدمينك يا جنر قرار أكيد جزى ربي في الناس خدمينك يا جنر ولا قرار السوحة سبب في الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يقول مثلا إذن العبد ماذا قلنا وين شغير أنا سيد ربي سيد ربي سيد ربي سيد ربي الدينين بثغيبات سنشغال لي خلق ركب بشد لي تعب ذو يا ماذا كشري يربح ندوني كشري تهنين وهي جاك يجد ذي غض ولكن ماشي تفغي ضرس الشغار ذي ذي هل تفكر واشي قاعد الشغار أز ديا تعصي ربين رومور الدنيا سيا وسيا وتسفاري خفيش والتهنى يرى ورجال ونسيان ماذا كنت نشغير ويني نشغير سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أسير كل شيء هذا السير بالطرف الذي نشغل كان دخلنا سبحانه وتعالى ولي تهني ولي هني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه وين يسعون يا خاطي ذي الهمينس السيد ربين إذ الهمينس ذي العبادة إذ الهمينس الدين إذ الهمينس إمد جمع الله شمله إن ده يجمع سيد ربي الشمليس ورسخم لي مالك روين نظر مرة قبايا كان اليوث الحاجة كان غالي تسخمين سبحان الله إن ده سيفك الغني مرضخي بويس سيفك الغني مرضخي بويس دايما يروان دايما يسعى الحمد لله ذي قميس دائما إن ده وأدته الدنيا وهي راغمة إن ده ما تتبعد في الدنيا وذي تشجر ربيهم باش غادي تفوفوس في تشجر ربي ذي ماس الكبري ولكن ملي قلت في اتباع العبد الهميس الدوني هذه شتت سيدي ربي الشمليس ولي كان ولي سيان ولي سعيد هنا ولي تسافر خفيس في المستوطن ولي تسافر ربي تسافر خفيس اذا ذي جعل راس سيقال والنيس مدي اللي غال نيس يلوز اذا ذي انا حاشي نس قدر غريش اين يبغو يكسبي حاشي نس قدر غريش لو كان يسعر خام قدري من اللي يشري سين يصدق بصيد ربي الباقي وفي تاني سنة هذي دي جار الفير تلجي نذي دي جار الفير يا نذي شو حاسب هذي شو حاسب في الناس دي يخاف الله أكبر كان أيه مثلا إذن أنا عقيب اللي أنا الجنة الدنيا وتسيس عيش ري والحشا المؤمن حشا المؤمن أري عيشني هم أري عيشني أري عيشني الجنة الدنيا خطر الهميسة السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقضى الرسول صلى الله عليه وسلم من كان همه هم المعاد كفاه الله سائر همومه وين يسعني يهمس الدين يهمس اليقظ يهمس العباده السيد ربي ان السيد ربي الهموم نظم اسنك شرك السيد ربي ويسعوا له ويسعوا له ويسعوا سخرا ويسعوا كل شيء سيد ربي سمر الله اكبر كغير مثلا ذيكين في دقات سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة آما إن دون ريث فعلا ذريديو إن دون ريث فضو ذري إن دينا ينا وتعيش هذا الشاقين معنى وتعيش هذا الشاقين هذا عيشة السعيد والعذري سأري عيشة السعيد مثلا اللي تعيش جنة الدنيا أقضي جنة الأخر أخذك ثبار بجميع يعني مثلا ولكن إن دو النري فلو فريديو إن دسفر ثم عشت وعرات ذي الدنيا واسدر الرؤية يوم القيامة الله أكبر معناه إن دو النري فلو فريديو إن دسفر جهنم الدنيا ثمس الدنيا وسلو ثمس الأخر أتبع ضربي في الأرض جميعا إذ مثل إذن أي مثل تقول إيه عم هذا زرر المهم ما يمسد الدنيا فشل في الدفكاس يا ربي في كثير باش أبي عبد ويدي دقيقا
إذن سيدي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإذن قال هذه فقط المهمين أن يعبد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى بعد إنسان بعد إنسان أذي وثي زهران دي الدنيا وثي زهران كي عجفين دي الدنيا ثم قال على السواق العادة ستفضى بريدة سروحه وقمنا لنا مزورة مش هذا تسقي مضى من أدم إن كل يوم هنا سن فينس واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كان يتمثل شو تشتهيهم ماذا قال لي ساعات العبد ذويس يعبد سيدي ربي سي الحق يخدم دينيس يزار المهمين سفاش في ديفكا سيدي ربي غير دونيس شوية أريا في هنا يسالي تهني الخطر يسالي تهني ويس يسالي يعيش يجنث ان دونيس أقفي يجنث اللخف أختي كتضرب جميعا يتمثل أغيث ربي جنت ان دونيس وغيث ربي جنت اللخف كان يتمثل أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.